معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا تھا اور آج ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو سب ویڈیوز چینل پہ ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قد كان لكم آية قد كان لكم آية في فئتين التقطا في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم قل أأنبئكم بخير من ذلكم
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد تو ناظرین محترم آج ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز
تو ناظرین آپ چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے. اسی طرح ہم ایک رکوع کر کے ہر روز ایک چھوٹی ویڈیو کے ذریعے آپ کو پڑھنا سکھائیں گے. دوستو پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.